السلام عليكم. عودة لافتة للاغتيالات والتصفية والاعتقالات في إطار الإرهاب الممنهج الذي يهدف على ما يبدو إلى إزاحة الخصوم والقضاء نهائيا على فرص التعايش والشراكة بين الأطراف السياسية والمكونات المختلفة للمجتمع اليمني. هذا المنهج كان وما يزال لصيقا بالأنظمة الاستبدادية، وقد كان لنظام المخلوع صالح باع طويل في ممارسة هذا النهج السيء في إقصاء الخصوم، وكان إحدى أهم أدواته خلال المرحلة الماضية. ومن الواضح أن تفشي ظاهرة الاغتيالات في الأونة الأخيرة هو استعادة جديدة لهذا النهج الاستئصالي بما يتفق مع ترتيبات المرحلة الجديدة من مشروع الانقلاب. إننا إذن بإزاء ظاهرة عنف دموية موازية للحرب الطاحنة التي تجري حاليا، وموازية أيضا لترتيبات تتعلق بالاستحواذ على السلطة ضمن مشروع الانقلاب الذي نفذه المخلوع صالح وميليشيا الحوثي، ومشروع الانفصال الذي يمثل أيضا مشروعا موازيا تساند طهران وتدعم أحد فصائله. والسؤال هو كيف يمكن مواجهة هذه الجرائم في ظل حالة الشلل التي تخيم على أجهزة الدولة وأدوات الضبط القانونية؟ وهل تشير حوادث الاغتيالات إلى طبيعة السياسة التي يتبناها الانقلابيون وغيرهم من الناشطين خارج النسق الوحدوي الديمقراطي؟ هذه السياسة التي يبدو أنها لن تبقي هامشا للتعايش بين مكونات المجتمع اليمني ناهيك عن الشراكة. حول استشراء ظاهرة الاغتيالات وأهداف هذه الموجة الجديدة من العنف ومآلاتها في اليمن، سوف نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ النقاش ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. برصاص المسلحين المجهولين أنفسهم ارتقى شهيد آخر في مدينة ذمار، ملتحقا بشهيد لقي المصير نفسه في الضاحية الشمالية للمدينة، وشهيد ثالث في مدينة المنصورة بعدن قبل يوم واحد فقط. وهيب الكامل إمام وخطيب مسجد النور باغته المسلحون وهو يخرج من مسجده في حارة الكهرباء بجنوب مدينة ذمار، وأفرغوا رصاصاتهم في جسده قبل أن يتواروا عن الأنظار. لم يكونوا بحاجة إلى الاختفاء، فلا أحد ممن يهيمن على هذه المدينة يرقبهم أو ينوي ملاحقتهم إن لم يكن قد أخذ علما بمهمتهم السيئة. ليست مصادفة إذن. ثلاثة شهداء يستهدفون بالقتل وجميعهم ينتمون لتيار سياسي واحد، على نحو يعزز الاعتقاد بأن جرائم القتل هذه تنفذ لدوافع سياسية. بعض المراقبين يرى في نمو ظاهرة الاغتيالات بهذا المنحى التصاعدي الخطير تدشينا لمسار عنفي وإرهابي جديد من التصفيات التي ترمي إلى تجفيف البيئة السياسية من التعدد والشراكة، بعد أن كانت قد استهدفت قبل ذلك القيادات والعناصر الأمنية والعسكرية ضمن مخطط تعطيل الدولة والنظام الانتقالي وإصابة أجهزتهما بالشلل. ما لم تستطع الحرب العبثية للإنقلابيين أن تحققه تتكفل هذه الاغتيالات بتحقيقه، والرسالة هي أنه لا مكان للذين وقفوا إلى جانب ثورة 11 من فبراير ونصروا أهدافها وأطاحوا بنظام تشبث بالسلطة إلى حد الفساد الذي لا يحتمل والجنون الذي لا يقف عند حد. بداية مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا عبر الانترنت المحلل السياسي سيد نجيب اليافعي من الدوحة. مساء الخير سيد نجيب. أهلا بك سيد نجيب. هذه الاغتيالات السياسية الممنهجة تستهدف كوادر تيارات سياسية بعينها مع المقاومة تقف هذه التيارات. إذا ما بدأنا قبل ذلك وقبل استعراض هذه الحالات عن تاريخ الاغتيالات السياسية في اليمن تحديدا في الفترة الماضية وارتباطها بنظام صالح خلال ثلث قرن تقريبا مضى هذه الفترة، ما هي أبرز هذه المحطات التي كانت خلال الفترة الماضية؟ وفي الحقيقة المخلوع علي عبد الله صالح منذ أول يوم لصعوده للسلطة وقبل أن يعني يصعد إلى السلطة في نهاية السبعينات، هو بدأ بأبرز اغتيال سياسي في المرحلة الحديثة لتاريخ اليمن الجديد عندما تم تصفية الشهيد إبراهيم الحمدي وكان رئيسا للدولة، وأيضا تم تصفية أخوه أيضا عبد الله الحمدي الذي كان قائد اللواء العمالقة، وكانت تلك الطريق البشعة هي محدد لمسار هذا الرجل الذي سيخطط طريقه بهذه الطريقة طوال فترة حكمه لكل من يعارضه ولكل من يشعر أنه سينافسه في يوم من الأيام أو لكل تيار يشعر أنه سيخرج منه في المرحلة المقبلة ويعني قائد أو زعيم. وبالتالي هذه كانت أبرز بداية، لأننا حتى الآن لا نعرف من الذي قام يعني بطريقة
يعني لا يوجد حتى الآن تقرير رسمي يبين ما هي الطريقة التي تم اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي، أقصد كتقرير حكومي أو كلجنة تقصي الحقائق حتى. وبالتالي استمرت العمليات، وكان من أبرز العمليات التي حصلت هي اغتيال العميد يحيى المتوكل واغتيال المفكر الدكتور عبد الله السقاف، ومات لها حتى وصلنا إلى ثورة 11 من فبراير، وشهدنا بعد ذلك جملة كبيرة من التصفيات والاغتيالات التي طالت بالضبط الضباط الذين كان لهم ارتباط بالولاء للجمهورية والولاء للوطن. وأتكلم عن جهاز الأمن السياسي الذي تم تصفية ما يقارب 100 ضابط خلال الفترة يعني من ثورة الشباب وحتى يعني الوقت الراهن. وبالتالي هذه العملية الممنهجة هي جزء رئيسي إذا ما أردنا أن نفهم علي عبد الله صالح وأن نفهم نظامه وكيف قام على تركيبه. جزء رئيسي منه هو مسألة التصفيات والاغتيالات وإيقاف كل من يرفع رأسه أمام علي عبد الله صالح. طيب هل ساهم في ذلك عدم وجود عدالة انتقالية حتى بعد ثورة الشباب، أو لم تتم أو لم تحدث محاكم فعلية؟ وكذلك كما تحدثت أنت، ليس هناك من أدلة فعلية أو حكومية أو أقوال رسمية تؤكد من وراء هذه الاغتيالات. ما السبب الذي جعل هذه الاغتيالات تستمر أو يعني تتكاثر كظاهرة متفشية في اليمن؟ حتى عندما كانت الأوضاع السياسية جيدة، يعني أتكلم عن الفترة من 97 وحتى عام 2010، حصلت ظواهر كثيرة، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة التصفيات والاغتيالات ومسألة غياب شخصيات على مستوى عالي. لم نشهد يوم من الأيام تقرير رسمي يتحدث عن المسؤول وعن المسبب، بالعكس يعني صمتت كل القوى السياسية وتجاهلت هذه المواضيع ولم تعرها أي اهتمام، وبالتالي ظل الوضع كما هو عليه، بل زاد الوضع سوءا عندما شهدنا تكوين أجهزة رئيسية موازية، وأتكلم هنا عن جهاز الأمن السياسي وبمشاركة الأمريكان عندما تم تأسيس جهاز الأمن القومي، وهو أيضا رديف لهذا الجهاز، وتحول هذا الجهاز إلى مساند رئيسي لحماية عائلة علي عبد الله صالح خلال الفترة الماضية. وشهدنا كيف تعاون الأمريكان لإنشاء وحدات مكافحة الإرهاب، أتكلم عن القناصين، هؤلاء الذين يقومون بعمليات اغتيال ممنهجة في كل محافظة الجمهورية. يعني نتكلم عن الثلاث سنوات الماضية، كيف استطاعت يعني وحدات الإرهاب مكافحة الإرهاب، أتكلم عن القناصين الذين آذوا المقاومة سواء كان في الجنوب أو الآن يعني ما نشهده من عمليات اغتيالات ممنهجة، أتكلم عن جبهات المقاومة في محافظة تعز، وكل هذه يعني تكلمنا وتحدثنا أن أجهزة علي عبد الله صالح الأمنية التي ارتبطت به خلال الفترة الماضية لا زالت فعالة حتى الآن، ولا زالت تقوم بهذه العمليات وفقا لرغبات المخلوع صالح، وفقا لتكوين العصابات التي أنشاها علي عبد الله صالح حينما ربط هذه الأجهزة الأمنية كلها به شخصيا. وبالتالي لا شك أننا يعني سنشاهد المزيد من هذه الاغتيالات وهذه التصفيات، لأنه عندما نتكلم عن اغتيالات وتصفيات نتكلم عن رفع الغطاء عن أسماء وشخصيات لا يعلم بها الكثير من الناس، وأيضا مسألة التحركات، وهذه كلها طبعا لا تتم إلا عن طريق أجهزة، عن طريق مخابرات، عن طريق معلومات، وهذه الوحيدة التي يمتلكها هو المخلوع علي عبد الله صالح. طيب هل هناك نمط معين؟ يعني هناك من يتحدث عن استهداف المخلوع صالح لطيف سياسي معين في بداية حكمه، ثم انتقل إلى طيف آخر، ثم الآن تحدث استهدافات لأطياف سياسية أخرى. هل هناك نمط معين يعتمد عليه في يعني تصفية حساباته كنظام كامل، أم أن هذه العمليات تأتي بشكل عشوائي؟ لا، ليست المسألة عشوائية. يعني حينما نتحدث عن عمليات الاغتيالات والتصفيات الممنهجة التي تتم الآن في محافظة الجنوب، يعني في حضرموت وفي عدن، نحن نتكلم عن تصفيات القيادات والشخصيات التي لها ارتباطات وحدوية ولها ارتباطات وطنية ولها ارتباطات تتجاوز مسألة المناطقية ومسألة الجغرافية كما هو حاصل للشخصيات الأخيرة. يعني عندما نتكلم عن صالح بن حليس وهو من القيادات التي تجاوزت مسألة عدن وأصبحت يعني شخصية عامة وكبيرة، وعندما نتكلم عن الشخصيات السلفية والقيادات التي تم اغتيالها خلال الشهرين والثلاثة الأشهر الماضية، نحن نتكلم عن شخصيات يعني ذات بعد وطني، ذات بعد وحدوي. وبالتالي هذا المخطط هو مرتبط حاليا في الفترة الراهنة
بدور إماراتي مشبوه بمساندة محافظ عدن وأيضا مدير أمن محافظة عدن وهاتين القيادتين المرتبطة أصلا بالتيار الإيراني المعروف أصلا والذي يعني أصبح مكشوفا ويلعبون به على المفتوح. وبالتالي المسألة هنا تتعلق بدور الرئيس عبد الرب منصور هادي في تعيين هذه القيادات التي تقوم بعمليات ممنهجة لعملية تصفية كل صوت وحدوي وكل صوت وطني وكل صوت يتجاوز مسألة المناطقية والجغرافية. هنا هذا يعني التصفية لهذه الشخصيات مقصودة، ربما سنشهد الأيام القادمة والشهور القادمة يعني كل من له ولاء وطني سيتم ابتلاعه وتصفيته بطريقة بسيطة جدا يعني. طيب أرجو أن تتفضل بالبقى معنا سيد نجيب اليافعي. ينضم إلينا الآن المحامي فيصل المجيدي من القاهرة. مساء الخير سيد فيصل. مساء النور، هلا. أهلا بك أستاذ فيصل. هذه الاغتيالات لا تبدو وليدة اللحظة، هناك من يتحدث عن عمليات ممنهجة، في أي إطار قانوني تندرج هذه الاغتيالات؟ نعم، الواقع أن ما يحصل يبدو لي أنه لم يكن عفويا، خصوصا وأنه يستهدف قادة حزبيون قادة سياسيون. في كل الأحوال هم يمثلون يعني أفكار سياسية وأنشطة حضارية لا تمثل يعني على الأقل تهديدا يمكن أن نقول من بناحية سلاح أو من ناحية إحداث إرباك للطرف الآخر. أتحدث هنا عن نوعية الاستهداف، ليس لرجال مقاومة، ليس لأشخاص معروفين بنشاطهم العسكري، وبالتالي الأمر كأنما يراد من خلاله إحداث فوضى وإحلال مشروع آخر محل المقاومة السياسية، محل الجانب الحضاري، السلوك الذي بدأ يتشكل بربما مقاومة لما بعد حصول سواء كان يعني حسم عسكري أو اتفاق سياسي، لأنه في النهاية سيكون الملعب السياسي هو المحكم بين الأطراف والإرث السياسي، ومن هنا يراد خلال ذلك إرسال رسالة بأن اليمن لن تستقر في كل الأحوال وستستمر عملية الاغتيال للأشخاص المؤثرين مجتمعيا، وهي رسالة سلبية جدا للأسف الشديد ترسل من أطراف هنا وهناك في الداخل. ربما أن هذه المرحلة تشبه ما حصل بعد يعني 90 من مراحل الاغتيال والتصفية لقيادات سياسية. هم يركزون على الأشخاص الأكثر تأثيرا والذين يتواجدون بين الناس، ربما أيضا بمحاولة إعطاء انطباع بأن هناك صراع ما بين أجنحة سياسية، في حين أن الواقع يقول بأن الذي يستهدف هؤلاء القادة والقيادات الحزبية هو طرف ليس مستعدا للتعامل واللعب سياسيا وإنما يحتكم لفوضى السلاح. نعم. طيب كيف يمكن التعامل مع هذه الجرائم وتوثيقها يعني كمدخل لعدالة لا تسقط بالتقادم؟ سؤال في غاية الأهمية. التاريخ اليمني للأسف ضاعت كثير من دماء قادة سياسيين في الواقع منذ انشئنا قلنا من 62 حتى هذه اللحظة على الأقل، توفى العديد أو قتل أو قيل العديد من رؤساء اليمن والقادة السياسيين، وكانت جميع هذه تفاصيل هذه القضايا تضيع في ملفات ودهاليز السياسة، ومن ثم ترتبت على ذلك انطباعات بأنه لا يرد إحلال العدالة علي عبد الله صالح وجيشه، دعني نقول ونظامه بمعنى أو بعض أطراف نظامه، قاموا بارتكاب العديد من الجرائم. لعل جمعة الكرامة كانت المذبحة الكبرى في تاريخ اليمن، وأقصد بذلك استهداف المدنيين المتظاهرين. جرى التعامل للأسف الشديد مع هذه القضية بنوع من دعني أقول النفاق السياسي، وبالتالي هذا الأمر هو الذي جعله يتمادى الآن بشكل كبير وممنهج في هذه العمليات. وبالتالي لدينا الآن اللجنة الوطنية للتحقيق، هي منوطة وفقا للقرار الأممي 2214 وهو صادر في 2011، ثم ما تلاه بالقرار 2251، ثم القرار 221 والقرار 2140، وما تلا ذلك القرار 2216، جميعها تنادي بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات من 2011 حتى هذه اللحظة،
وبالفعل شكلت هذه اللجنة، وبالتالي هي منوطة الآن بعملية الرصد والتوثيق لهذه جريمة في عدن وفي ذمار وقبلها جرائم في تعز وفي أمانة العاصمة وفي كثير من المناطق. يجب عليها أن ترسل فريق من الراصدين للتأكد من أن هذه الجرائم الحقيقية، وأعني بذلك التأكد العلمي القانوني المبني على توثيق مرفق بالأدلة، ومن ثم هذا يسمى إعدام خارج نطاق القانون واستهداف سياسي، ومن ثم هي جرائم بالفعل لا تسقط التقادم مطلقا. طيب من وجهة نظرك، تحدث عن وفاة العديد من الرؤساء والمؤثرين في اليمن، هناك كانت الكثير من التفاصيل التي تضيع، هناك يعني غياب للأسباب ولمعرفة من هم المسببين، ما هي أسباب ذلك من خلال رؤية تاريخية؟ لا أتحدث عن الحاضر فقط الآن، سأتحدث من وجهة نظر سياسية وليست قانونية. الواضح أن كثير من المتهمين أو في الأساس من توجه لهم الطابع الاشتباه في هذه العمليات، في الأساس هم من يتولون الحكم أو يكونون جزءا أو يكونون مساعدين لهؤلاء القتلة، لهؤلاء الذين يقتلون حلم اليمنيين، وبالتالي يظلون هم العائق الكبير من الذين يمنعون وصول العدالة وبالتالي استقصاء الحقيقة، ومن ثم معاقبتهم على هذه الأفعال. وبالتالي أيضا ارتكبت حقيقة أنا أسميها جريمة، وهو إعطاء شخص دكتاتور ذبح اليمنيين طوال الفترة السابقة، إعطاه حصانة ترتب على ذلك إهدار لدماء اليمنيين، ومن ثم استمرار مثل هذا الفعل، وإعطاءهم دافع أكبر بأنهم يقولون سنقتل ثم نقتل ثم تأتي التسوية السياسية ويضيع حق هؤلاء، ومن ثم حقيقة يجب بالفعل العمل على أن يكون هناك عدالة جنائية، ثم بعد ذلك الحديث عن عدالة انتقالية وعدالة يعني خلي هذه المصطلحات تصالحية أو غيرها. أما أن يستمر حقيقة جعل الدماء للمزايدات سياسية فذلك أمر حقيقة سيء، وهو الذي أردانا إلى هذا الموقف. إذن المحامي فيصل المجيدي كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك، وأعود إلى ضيفي المحلل السياسي نجيب اليافعي. سيد نجيب، لماذا يستخدم نظام المخلوع صالح الاغتيالات كأحد الطرق للتخلص من الخصوم بدل من أن يستخدم السياسة ويواجه السياسة بالسياسة كما يقال؟ لا يمكن أن تطلب من زعيم عصابة أن يتحدث بالسياسة وأن يتعامل بالسياسة. هذا الرجل هو زعيم عصابة منذ أن صعد، ولكن للأسف الشديد تحاضر القوى السياسية وصمتها خلال الفترة الماضية هو الذي أغراه بتكوين وتشكيل أجهزة. عندما نتكلم عن تشكيل أجهزة سنعاني منها يعني لفترة طويلة، عندما تتكلم عن أجهزة أمنية تتكلم عن جهاز الأمن القومي، جهاز الأمن السياسي، تتكلم عن وحدات مكافحة الإرهاب، وحدات الأمن المركزي، هذه كلها وحدات يعني ارتبطت بولاء شخصي له ولأولاد أخيه ولأولاده خلال الفترة الماضية، وبالتالي سنظل نعاني فترة طويلة. يعني لن تتوقف الاغتيالات ولن تتوقف التصفيات، لأن الضريبة التي كنا سندفعها لو تحدثت القوى السياسية واشتغلت من وقت مبكر وأوقفتها زعيم هذا يعني هذه العصابات لما يعني دفعنا الثمن الآن. وبالتالي الآن يعني عندما نتكلم عن هذه الوحدات لا شك أنهم الآن بالآلاف وارتبطوا به شخصيا، ولا زال حتى الآن عمار محمد عبد الله صالح وطارق محمد عبد الله صالح، عمار هو الملحق العسكري الآن في إثيوبيا بقرار من الرئيس هادي، ولا زال حتى الآن يمارس عمله. طارق محمد عبد الله صالح الذي كان أيضا قائد القوات الخاصة لا زال إلى الآن ملحق عسكري في ألمانيا، وكأن الوضع طبيعي. هنا نتكلم عن خيانة مباشرة واضحة للرئيس عبد الله منصور هادي حينما يترك يعني زعماء العصابات ينطلقون ويتحركون ولا زالوا يحملون غطاء رسمي بهذه الطريقة. يعني هذا من الجنون الذي لا يمكن لعقل أن يصدقه. وكيف تترك يعني لعصابات أن يمارسوا دور العصابات وهم لا زالوا يتلقون غطاء رسمي ويمارسون عملهم بكل أريحية؟ لا بد من وقفة أمام هذه الإجراءات. وكذلك أيضا ما يحصل في عدن وفي بقية المحافظات، أتكلم هنا عن المحافظات الجنوبية، معظم من تم تعيينهم خلال الفترة الماضية هم ضباط وقيادات للأسف الشديد ارتبطوا وتورطوا خلال فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات بعملية إجرام وقتل وسحل للمواطنين، والآن يعودوا بصفة رسمية ويتم تعيينهم
ويعودون من جديد. ونتكلم هنا عن حضرموت، يعني عمليات حتى الآن يعني بطريقة فجة وبطريقة مقلقة تتحدث عن التقسيم الذي يمارس عمليا على أرض الواقع. وأنا أتكلم هنا عن عدن، وأتكلم عن حضرموت والدولة الإماراتي المشبوه في هذا الموضوع، حينما نشاهد اغتيال قيادات من الرموز السلفية المعتدلة واغتيالات من قيادات حزب الإصلاح. هذا فيما يتعلق بالجنوب. أما فيما يتعلق أيضا بالشمال، لا شك أن التيار الهاشمي العنصري الموجود في القوات المسلحة وفي الوحدات الأمنية مشارك ومتورط أيضا، ويمارس نفس السياسة القذرة التي مارسها علي عبد الله صالح في تصفية خصومه، وما حدث في ذمار للأستاذ حسن العري رئيس مجلس شورى الإصلاح، وأيضا الشيخ صالح العنهمي يعني يتحدث عن هذا الموضوع. كذلك الأستاذ أمين الرجوي في فئب، حينما تم إعدامه وتصفيته بطريقة وضعه في أماكن استهداف طائرات التحالف. يعني الآن نتكلم عن دورة من عملية العنف والتصفية التي لا زالت تمارس حتى اليوم. طيب، في اللحظة الراهنة تحدثت الآن عن نوعين من الاستهداف. هناك استهداف يقوم به التحالف الانقلاب، وهناك استهداف يعني يقوم به من يقوم بدور مشبوه كما وصفته في داخل الأراضي التي يفترض أنها حررت من قبضة الانقلابيين. هذا التلاقي في الآلية أو في الأداة، هل يمثل تلاقي في الأهداف وكذلك تحالف من نوع ما في المشروع؟ لا شك أن كل من يرفض الوطن ولا يريد أن يبني دولة، وأيضا يستفيد من عملية العصابات ويستفيد من الانفلات الأمني ويستفيد أيضا من عمليات التفرقة الموجودة الآن ويستفيد الآن من عمليات اختلاط الأوراق، لا شك أن المخلوع يعني جزء رئيسي من هذا الموضوع. وأيضا التيار الهاشمي العنصري المتغلغل في الدولة العميقة جزء رئيسي من الموضوع. حينما نتكلم عن هذا نعود قليلا إلى السياسة. حينما دخلوا إلى السياسة يعني فشلوا فشلا ذريعا، ولم يحصلوا إلا على مقعد واحد باسم حسين الحوثي في عام 93، وبالتالي اكتشفوا أنه لا يمكن لهم أن يصعدوا إلى الدولة إلا عن طريق القوة والسلاح واستخدام العنف. وهذا الذي نشاهده حينما شاهدنا عملية التصفيات المنهية أيضا لعصابات الهاشميين والحوثيين في محافظة صعدة، حينما تم تصفية معظم الشيوخ والمشايخ الذين كانوا يناهضونهم في كل مديريات محافظة صعدة ابتداء من عام 2004 حتى عام 2009، وشهدنا بعد ذلك تصفية كل المشايخ الذين كانوا يناهضون يعني عصابة الحوثي. وكثير من المشايخ الذين لم يستطيعوا مواجهتهم اضطروا إلى مغادرة صعدة إلى صنعاء، ثم عندما دخل الحوثي وعصابة المخلوع إلى صنعاء اضطروا أيضا إلى مغادرة صنعاء والذهاب إلى محافظة مأرب أو إلى الخروج خارج اليمن. وبالتالي هذه المشاريع، مشاريع العنف، مشاريع اغتصاب السلطة والقوة، هذه المشاريع التي لا تعرف للسياسة طريق ولا تعرف للحقوق ولا تعرف للدماء حرمة، لا شك أنها تستفيد وتتلقى كل المشاريع. الآن تلقت كل مشاريع العنف في المنطقة، أتكلم عن اليمن، التيار الإيراني المتمثل بالحراك الجنوبي المتواجد الآن المحسوب عليه، عصابة الحوثي وعصابة المخلوع. ولا شك أن التيار الوطني الموجود الآن على الساحة معروف، يعني هناك يعني جزء بسيط من التنظيم الحدوي الناصري وجزء بسيط أيضا من الحزب الاشتراكي، التيار العام أيضا في حزب الإصلاح الذي يواجه يعني في كل منطقة، التيار المعتدل الآن في بعض الجماعات السلفية المتواجدة على الأرض. لا شك أن هؤلاء أيضا يشكلوا خطر كبير، عندما تجد أن هذه القيادات تتلاقى يعني من أطراف حضرموت إلى داخل صعدة كلهم يتحدثون عن وطن واحد، هؤلاء يشكلون خطورة، لأنه لا يمكن للحوثي أن يحكم إلا إذا عمل هذه الطريقة، استخدام العنف، استخدام التصفيات وضرب كل الخصوم. وهذه ليست على فكرة سياسة ولدة من الآن. الإمام يحيى بن حميد الدين الذي حكم من عام 1918 إلى عام 1948 عندما تم تصفيته بالثوار، استخدم العنف واستخدم التصفيات وقتل حتى من قيادة الهاشمين. يعني أسرة ابن أبي الدنيا قتل ثلاثة من يعني قتل الأب وقتل ابنه، وكان يعني الشخص المرشح لخلافة لقيادة اليمن الشمالي. وعندما نتكلم عن عملية التصفية أيضا في الجنوب، لا لن ننسى يعني ما حصل في عام 86 عندما تم تصفية ما يقارب 15,000 يعني من قيادة الحزب في محافظة عدن خلال 3 أيام. وهذه لا شك أن التاريخ لازال يحمل بصماته معنا حتى اليوم. وبالتالي الآن لا يمكن الحديث عن سياسة، لا يمكن الحديث الآن إلا عن
عملية محاكمة وتصفية كل من يقوم بهذه الأساليب، وبالتالي علينا أن نركز جهودنا على القيادات التي تتعامل مع صالح والقيادات التي تتعامل مع الهاشمية الذين يساندون عصابة الحوثي. هؤلاء لا يمكن أن يبقوا على ظهر الأرض، لا بد من تصفيتهم ولا بد من تركيز كل الجهود على تأديبهم، لأنهم يعني سفكوا دماء اليمنيين حتى اليوم. نعم نعم أستاذ نجيب، دعنا نكمل هذا النقاش لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سيد نجيب اليافعي، هناك من يطرح أن استخدام ورقة الاغتيال دليل على أن هذا الانقلاب أو تحالف الانقلاب وصل إلى مرحلة أفلس فيها عسكريا وسياسيا، هل من الصحيح التعامل مع ذلك وفق هذه الرؤية؟ ليس بهذه الطريقة. التعامل مع مسألة التصفيات والاغتيالات هي تتكلم عن منهجية وعن نظام قام عليه نظام علي عبد الله صالح خلال الفترة الماضية، بالتالي لا يمكن الحديث عن نهاية هذا النظام عندما يقوم بعملية التصفيات المنهجية. بالعكس، يعني عندما نتكلم عن عملية منهجية نتكلم عن نظام لا يزال فاعل ولا يزال يشتغل. لا زال الآن جهاز الأمن المركزي في صنعاء يشتغل بكامل قوامه، وجهاز الأمن القومي لا يزال يتحرك، لا زالت كل المعلومات التي تتحدث عن الأشخاص والشخصيات المهمين سواء كانوا في الجيش أو كانوا في الأمن أو كانوا في قيادة الأحزاب، هذه كلها يعني تفاصيلها موجودة لدى علي عبد الله صالح ولدى عصابة الحوثيين. وعندما نتكلم الآن عن خبرات إيرانية وخبرات من حزب الله الآن يتواجدون داخل صعدة، لا شك أنهم أيضا يستفيدوا من هذا الموضوع ومن هذه المعلومات. يعني عندما يتم اغتيال شخصية بعينها لا شك أن هناك معلومات وعملية بحث وعمليات يعني تتحدث عن خلفية هؤلاء الأشخاص الذين يتم اغتيالهم. وعندما تبحث عن هذه الشخصيات لا شك أنها يعني معظمها شخصيات من الوزن المهم ومن الشخصيات التي ارتبطت في فترة من الفترة الماضية بعمليات. أتكلم عن جهاز الأمن السياسي، كثير من الضباط الذين تم تصفيتهم كانت لهم علاقات بملفات قديمة أراد المخلوع علي عبد الله صالح أن يغلقها خلال الفترة الماضية. وعندما نتكلم عن هذا الجهاز هناك معلومات يعني مهمة كانت تتكلم سواء عن تنظيم القاعدة، تتكلم عن سفينة USS كول، تتكلم عن تحركات علي عبد الله صالح وارتباطه بتنظيم القاعدة، بعملية التهريب التي كانت تتم خلال البحر الأحمر والبحر العربي، تتكلم عن عمليات يعني تهريب البشر، تتكلم عن تهريب الأموال. لا شك أن الأجهزة الأمنية كانت تتلقى كثير من هذه المعلومات وهذه المعلومات. طيب، هل للتوزيع الجغرافي لهذه الاغتيالات أو عمليات الاغتيال والتصفية أي أثر أو دلالة من نوع ما؟ يعني هناك نوع من التركز في محافظة ذمار مثلا، بعض المناطق القريبة من صنعاء، هل لهذا علاقة بأي يعني تفصيل سياسي معين؟ وعندما يحصل أكثر من اغتيال في وقت واحد هذه رسالة أيضا إلى أنه ما زال فاعل ولا زال يتحرك. عندما يتم اغتيال شخص في عدن وشخص في ذمار وفي نفس اليوم، هذه أيضا رسالة أن الرجل لا زال فاعل ولا يزال يعمل ويشتغل. ونحن نتكلم عن يعني حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان أداء فاعلة ولا يزال حتى الآن بيد المخلوع علي عبد الله صالح. نتكلم عن محافظة عدن، عبد العزيز بن حفتور الذي كان محافظ عدن وهو كان من أكبر الداعمين لعلي عبد الله صالح، ومحافظ لحج أحمد المجيدي كان أيضا فاعلا في الموضوع. ونتكلم أيضا عن تعز وكثير من قيادات تعز، يعني الشيوخ الذين تم صناعتهم خلال فترة علي عبد الله صالح، وكثير من الشخصيات الأمنية لا زالوا أيضا يشتغلوا مع علي عبد الله صالح حتى هذه اللحظة. وبالتالي التوزيع الجغرافي أحيانا يراد به إيصال رسالة معينة بأنه لا يزال يعني يتحرك، وأحيانا أيضا تتحدث عن الفوضى التي يتم خلقها في المناطق التي يفترض أنها تكون تحت أيدي المقاومة. نتكلم عن تعز وأيضا عن عدن والمناطق التي تم تحريرها خلال الفترة الماضية، لإيصال رسالة للخارج بأن هذه المناطق التي تم تحريرها انظروا كيف لا زال العنف يعمل فيها ولا زالت الفوضى تشتغل فيها، بينما صنعاء يعني التي تحكم تحت العصابات أصبحت آمنة ولا يحصل فيها مثل هذه الاغتيالات إلا في النادر. نعم. طيب، هل يعني سيدفع عمل أو إصلاح الأجهزة وعودة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية إلى العمل من جديد في المناطق المحررة وكذلك في المناطق التي تقع يعني بسيطرة شبه سيطرة للتحالف وكذا يعني للشرعية وكذلك التحالف العربي، هل سيفعل أو ستزيد فعاليتها
من نسبة غياب هذه الاغتيالات والتصفيات السياسية؟ يعني بلا شك يعني آخر اغتيال كان للشيخ محمد الزيفاني الذي كان مدير إحدى الإدارة الأمنية في محافظة تعز، شكل ضربة قاسمة للمقاومة الشعبية في محافظة تعز عندما يتم اغتيال مسؤول أمني بهذه الطريقة وبهذه البساطة، وقبله اغتيال عضو المجلس العسكري في محافظة إب مالك فرسان الذي يعني كان في منطقة يفترض أنها تحت إدارة المقاومة. هذا موضوع خطير، والتساهل والغباء للأسف الشديد يعني في هذا الموضوع لا يزال يعني يبعث الكثير من الأسئلة والمخاوف في الإدارة التي تسيطر عليها المقاومة. لا يمكن للمقاومة أن تحكم أو أن تشتغل في هذه الأماكن إلا عن طريق أجهزة أمنية، وتكلم عن أجهزة تفعيل أجهزة استخبارات وحتى بناءها من جديد عن طريق يعني تفعيل مجموعات وربطها مع أجهزة مركزية في المحافظات والمناطق التي تم تحريرها، أتكلم عن يعني تعز والمناطق وكذلك أيضا في محافظة جنوب. بغير هذه الطريقة كيف يمكن أن تشتغل؟ مفهوم الأمن هو مرتبط بالمعلومة، والمعلومة لا يمكن أن تحصل عليها إلا عن طريق تفعيل أجهزة، وهذه الأجهزة غير موجودة حتى الآن. وللأسف الشديد يعني أن تعامل الرئيس هادي وتعامل أيضا حكومته يعني تتصف بقمة الصداقة وقمة الاستقبال للشعب اليمني. المقاومة بحاجة وتحتاج يعني بشكل ضروري إلى عملية إسناد تتكلم عن المعلومات وعن الحركة وعن النشاط. حتى محافظة مأرب يعني رغم أن الأوضاع الأمنية فيها يعني مقارنة بغيرها تعتبر من أفضل المناطق الآن الموجودة تحت المقاومة الشعبية، لكنها لا زالت ضعيفة، لا زال الاختراق الأمني موجود. عندما تتكلم عن يعني لا يمر يوم أو يومين إلا وهناك مشاكل أمنية، وهذه قد تحصل بسبب التوزيع السكاني والانفجار السكاني الكبير في محافظة مأرب عندما وصل إليها ما يقارب يعني 1,500,000 مواطن منذ حصل الانقلاب في محافظة صنعاء، لكن هذا يدعو أيضا للتأكيد على هذا الموضوع. لا يمكن طيب حالة عدم الاستقرار هذه الحالة حالة من عدم الاستقرار الأمني، هل هي عائدة للتشوش في طبيعة أو خطط الشرعية ومن خلفها التحالف العربي في ما الذي يريدونه بالضبط في يعني الأيام المقبلة في اليمن؟ هل هو مسار سياسي، هل هو مسار عسكري، أم أن يعني هي طبيعة المرحلة التي تخوضها اليمن الآن؟ هو للأسف الشديد أنه الجانب العسكري كان الجانب الرئيسي، وتم تجاهل الجانب الأمني والجانب السياسي خلال الفترة الماضية، وهذا الذي شكل ضربة ونكسة للمقاومة الشعبية في معظم المناطق، وشكل أيضا تراجع وعدم التوازن في العملية العسكرية مقارنة بالجانب الأمني الضعيف في المناطق التي تم تحريرها، وأيضا في ضعف الجانب السياسي في هذه المناطق. وبالتالي يستحيل أن نتقدم أو أن نتخلص من هذه العصابات، والأجهزة الأمنية لازالت مشلولة ولم يتم تفعيلها بطريقة يعني بطريقة احترافية. ولكن أيضا هناك أيضا مشكلة كبيرة تواجه الحكومة الشرعية وأيضا المناطق التي تم تحريرها، وأن بحاجة إلى تفعيل وتدريب بشكل مستمر وعاجل، لأن هذه المسألة تحتاج إلى احتراف وإلى تدريب وإلى خبرات، مع أن هناك أيضا خبرات موجودة لكن للأسف الشديد لم تجد أيضا من يتواصل معها، وهذه أيضا مشكلة خلال الفترة الماضية. يعني كثير من القيادة الأمنية التي كانت تعمل في وزارة الداخلية في جهاز الأمن السياسي في جهاز الأمن القومي هذه فضلت الذهاب إلى البيت أو مغادرة اليمن، لأنها لم تجد أيضا من يتواصل معها، وهذا أيضا من المشاكل الرئيسية التي يعني يقوم بها الرئيس هادي وحكومته، والتي لم يعني تقوم بتفعيل كل الطاقات وكل الجهود التي يمكن من خلالها التسريع من عملية الحسم العسكري وأيضا توفير الأمن في المناطق التي تم السيطرة عليها. طيب من ملاحظة عمليات الاغتيال التاريخية التي يقوم بها نظام المخلوق صالح، هناك من يلاحظ أنها بدأ يعني باستهداف التنظيم الناصري بشكل أساسي، ثم بعد الوحدة كان هناك استهداف واسع للاشتراكيين، الآن هناك استهداف لرموز الإصلاح. هل كل من تحالف مع المخلوق ثم كان نوعا ما يعني متحالفا ثم خرج وأصبح في المعارضة إن صح التعبير كان تم استهدافه، أم أن هناك احتمالية لاستهداف من هم بتحالفه أو يتحالفون معه في هذه الأثناء أساسا؟ لا شك أن الجميع دفع الضريبة وكلهم يعني ارتكب الغباء وارتكب الحماقات، وكل القوى السياسية الآن هي تدفع الضريبة عندما تتحالف وعندما تمشي للأمام ولا تمتلك رؤية. يعني
ابتداء من ثورة 62 التي قامت في شمال اليمن، تم اغتيال علي عبد المغني ولا نعرف حتى الآن من الذي قتله. بعد ذلك تم اغتيال محمد الزبيري أبو الأحرار في عام 65 ولا نعرف يعني ما الذي حصل. ثم بعد ذلك حصلت اغتيالات كبيرة في عام 69 في محافظة جنوب، إلى أن وصلنا إلى 86 وحصلت التصفية الكبيرة يعني في قيادة الحزب. في 78 أيضا تم تصفية الكثير من قيادات التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بعد عملية التصحيح التي كان يفترض لها أن تنجح، لكن للأسف الشديد أنها أخفقت وتم إعدام الكثير من قيادات يعني لا يقل عن 50 واحد من كبار قيادة التنظيم الوحدوي الناصري. ومثلا بعد ذلك تصفية الحزب الاشتراكي بعد 94، ويعني في الفترة التي حصلت من 90 إلى 94 تم تصفية يعني معظم قيادات الحزب الاشتراكي وتم التخلص أيضا منهم بعد 64. ثم أيضا تفرغ المخلوع وزعيم العصابة علي عبد الله صالح لحزب الإصلاح ولا يزال يفتك بهم حتى وصل إلى عام 2011، حتى وصلنا إلى مرحلة يعني جمعة الكرامة التي أطل فيها 52 من خيرة شباب اليمن خلال تلك الفترة، وتم من حرق الحصانة. للأسف الشديد هذه الحصانة هي كان من أكبر حماقات القرن العشرين في تاريخ اليمن الحديث، حينما تم حصانة لزعيم وعندما منحت له الحصانة وجدنا الآن ما الذي حصل. ارتكب المزيد من الحماقات وسيواصل المزيد من الحماقات، لأن هذا الرجل ارتكب الدماء ومن يستخدم العنف لابد أن يلقى هذا المصير. نعم نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد نجيب. ينضم إلينا الآن عدنان العديني نائب رئيس دائرة الإعلام في حزب الإصلاح عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيد عدنان. مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيد عدنان. هناك كما يبدو استهداف لكوادر حزب الإصلاح، خاصة مع وجوده ووقوفه إلى جانب المقاومة الشعبية وكذلك الشرعية اليمنية. ما الذي يشكل هذا الاستهداف لكم كحزب سياسي انخرط في خيارات الشعب؟ والله الاستهداف الذي يحصل للإصلاح هو ناتج عن موقف المساندة الشرعية وبالأساس الرافض لكل عملية احتكار للسلطة. هناك عملية احتكار للسلطة يجري ترتيب لها من قبل صالح من قبل 10 سنوات أو أكثر منذ 20 عاما، وهناك النسخة الأصلية للإمامة عاودت الظهور من جديد، وهي أصلا في جوهرها عملية احتكار للسلطة وإخراج للشعب من معادلة الحكم. التجمع اليمني للإصلاح له موقف ثابت في هذا الأمر، من ناحية سياسية يرى أن هذا تهديد لإرادة المجتمع، ومن الناحية الفكرية يرى أنه يغذي التطرف في قلب المجتمع ويعمل على بعثه من جديد، ولذلك أنه يدفع ثمن هذا الموقف. التساؤل لماذا تجمع اليمن للإصلاح؟ التساؤل ليس مبررا على اعتبار أنه موقف الإصلاح كانت واضحة يعني في وقوفه ضد الانقلاب، وبالتالي هو يستهدف لهذا الموقف. طيب ما خطورة هذه الاغتيالات على السلم الأهلي في الوطن الواحد وكذلك بعد ذلك على الحياة السياسية في المستقبل؟ وفي الحقيقة هو استهداف للمستقبل، لمستقبل الشعب اليمني، وأنه إخلاء ساحة من القوى السياسية معناه تهيئة الأرضية لنشأة قوى عنف لا تؤمن بالسياسة ولا تحترم خياراتها ولا تلتزم بأدواتها ولا منطقة فيها. وبالتالي نحن سنذهب إلى مستقبل غير آمن، غير مستقر. الشعب فيه هو الطرف المقصي المهمش غير المعترف به، على اعتبار أنه الشعب في هذه الحالة لم يكن قادر على التعبير عن نفسه. يعبر الشعوب دائما عن نفسها من خلال القوى السياسية الوطنية الممتدة فوق كامل التراب الوطني. في حال استهدفت هذه القوى فإنها تفقد القدرة على التماسك والتعبير عن نفسها، تبقى بين كماشة استبداد السلطة وتطرف قوى العنف. طيب إذا ما تعلق الأمر بمكان الاغتيالات، تركزت ربما في ذمار كذلك في عدن، ما هي الرسالة التي يريد القتلة إيصالها؟ يريدون أن يقولون أن الشرعية لم تستطع أن تدير المناطق المحررة، وهذه في الحقيقة يعني هو استهداف للشرعية بحد ذاتها. على الشرعية أن تدرك أن الاستهداف ليس للتجمع اليمني للإصلاح وإنما لها في المقام الأول، هو استهداف للتجمع اليمني للإصلاح بدرجة ثانية على اعتبار أنه قوة مساندة للشرعية أو حاملة للمشروع الوطني. أما في المقام الأول هو استهداف للشرعية، وبالتالي على الشرعية فعلا أن تنجز خطط جادة من الناحية الأمنية، تعمل على إعادة على فرض الأمر وإعادة السياسة في نفس الوقت. ليس المطلوب من إعادة الأمر، لا يمكن تفسير إعادة الأمر
بإلغاء الحياة السياسية أو استهداف السياسيين الذين ينجوا من الاغتيال ويذهبون إلى المعتقلات في بعض المناطق المحررة. هذا استهداف للشرعية بحد ذاته. على الأحزاب السياسية أن تعود على اعتبار أنه مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع لا يمكن أن تقوم بها السلطة لوحدها إذا لم تجد مساندة مجتمعية. والمساندة المجتمعية لا يمكن أن تكون إلا إذا وجدت الأحزاب في قلب المجتمع وحركته من أجل إسناد السلطة. هذا الاستهدافات للقوى السياسية أو للناشطين السياسيين أو للقيادة السياسية في قلب المجتمع يضعف موقف الشرعية وأيضا يجعلها محرجة أو في وضع حرج أمام القوى الدولية. طيب من وجهة نظرك سيد عدنان، هل تعي الشرعية ما تفضلت به أنت قبل قليل من أن هذه الاستهدافات في نهاية المطاف لا تستهدف حزب الإصلاح أو كفصيل معين بداخل تيار الدعم للشرعية بل تستهدف الشرعية نفسها؟ أنا أعتقد أن الشرعية تعي وإن لم تكن تعي فيجب أن تدرك هذا الأمر. موقفها أمام المجتمع الدولي سيكون ليس جيدا، وأيضا أمام المجتمع الذي سندها وخرج من أجلها وقاتل تحت لوائها. لكن هناك من يتحدث عن غياب الأفعال التي تنطلق من إدراك هذا الأمر. والله يا أخي دائما نحن نعتقد أن معركتنا الرئيسية هي مع الانقلابيين، ونحن نتمنى من الشرعية أن تدارك هذا الأمر وأن تفتح على الأقل باب التحقيقات أو أن تعيد ترتيب الملف الأمني في المناطق المحررة، إعادة بناء الأجهزة الأمنية بطريقة التي يؤهلها لحفظ الأمن وفي نفس الوقت تنمية الحياة السياسية. يعني ما الذي يعني ألا تتواجد ألا تستطيع الأحزاب السياسية أن تفتح مقراتها في عدن؟ ما الذي هذا أمر مريب. يعني نحن لماذا خرج الشعب اليمني ضد الانقلاب؟ خرج من أجل إعادة الحياة السياسية وفرض إرادة المجتمع، لأن الانقلاب في جواره إلغاء لإرادة المجتمع وفرض سلطة بقوة السلاح والاستقواء بها. هنا نحن خرجنا من أجل توفير الأمن فعلا للمجتمع حتى يستعيد عافيته ويملك أمره. في حالة غابة الأحزاب السياسية في عدن هذا الأمر لا يليق، يعني وأعتقد أن الشرعية يجب أن تتنبه لهذا الأمر ويجب أن تحافظ على مكانتها وألا تسمح. طيب حزب الإصلاح كحزب سياسي سيد عدنان في إطار الاغتيالات التي تمت في خارج نطاق سيطرة الشرعية الآن مثلا في ذمار، ما هي الخيارات التي سيتخذها لمواجهة هذه الاغتيالات خاصة في مناطق لا تقبع أساسا تحت سلطة السلطة الشرعية؟ هل سيكتفي ب يعني الاستمرار في الخروج أو الوقوف إلى صف الشرعية بمواجهة هذا الانقلاب أم أن هناك خيارات أخرى ممكنة؟ في النهاية تجمع معلوم الإصلاح حزب سياسي ليس كيان مسلح، وهو وإن دعا للكفاح المسلح فإنما دعا أعضاءه بحكم أن الدولة سقطت، والتهديد عندما يصير بهذا الحجم على كل المواطنين أن يخرجوا لمواجهة هذا التهديد. بعدها تستعيد الأحزاب عافيتها. في النهاية القوى الانقلاب هي تسرع من عملية التفاف الشعب ضدها، لأن هؤلاء العناصر الذين يفقدون الأمن في هذه المنطقة سيجدونه في مناطق المقاومة وسيتجهون إلى جبهات القتال. كل ما يفعلونه هو يدفع المجتمع نحو مناجزة سريعة واصطفاف كبير ضده. عدنان العديني نائب رئيس دائرة الإعلام بحزب الإصلاح كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. وأعود بسؤال أخير وأريد إجابة بعجالة سيد نجيب اليافعي، ما الذي يمكن عمله لوقف هذه يعني عمليات الاغتيال والتصفيات التي تشهدها البلاد سواء في الشمال أو في الجنوب؟ أولا قالت القيادة الأمنية وخاصة في محافظة عدنان الذين يرتبطون ارتباطة وثيقة بالتيار الإيراني الذي يقوم على مسألة التصفيات والاغتيالات. المسألة الثانية إعادة تفعيل الأجهزة الأمنية وخصوصا في محافظة تعز وأيضا في محافظة مأرب والجوف حتى يتم ترتيب الأوضاع الأمنية بشكل جيد. تفعيل أيضا الطاقات والقدرات الذين انضموا للشرعية خلال الفترة الماضية، وأتكلم عن الخبرات المتواجدة في الأجهزة الأمنية الذين كانوا يشتغلون خلال الفترة الماضية وتم إقصائهم. بهذه الطريقة يمكن إعادة ترتيب البناء الأمني حتى نضمن عدم استمرار وتوسع عمليات الاغتيال والتصفيات التي ستطال الجميع. إذن المحلل السياسي سيد نجيب اليافعي كنت معنا عبر الانترنت من الدوحة، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.